السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضية. بداية، أجرى مناصر مولودية الجزائر رؤوف عملية جراحية ناجحة على مستوى الوجه بمستشفى مصطفى باشا بعد الإصابة بالأنعابية النارية من نوع سينيال على هامش المواجهة التي جمعت شباب بلوزداد بمولودية الجزائر. إصابة فقد على إثرها مناصر مولودية الجزائر عينه، ما دفع أنصار مولودية الجزائر وكد عائلته مطالبة المسؤولين بالتحرك لمساعدته. كحال تراو في ولدي كي هكذا دخل بزوج عيني باش يتبع شنو هي سوبر المولودية، ما راحش باش لا هو شارب لا يتكيف لا والو. ولد فاميليا، ولد ناس راضي عليه دنيا واخره. وليدي اليوم يدخل لي ولدي بزوج عينين، يجي واحد من بعيد يعطيها له في عينه يدخله في عينه. اليوم انا طالبه من ربي ان شاء الله يخليه لي ويعيش، بصح طالبه من السلطات المعنيه بالامر، منهم وزير الصحه، منهم هذايا عمر غريب اللي مشى له ولدي حارق قلبه عليه، اليوم راه علاش ما بانش؟ هذا هو يتيم ولا ما عندي لا معرفه لا حتى عندي، ربي سبحانه شاد فيه وان شاء الله ربي يشفيهولي يحلوا العين اللي قعدت. بعد ما دار العمليه تاعو واليوم راه بدا يفطن بالعقل وراه العائله تاعو كاع راهي هنا، يعني الحمد لله نقدر نقول لك الحمد لله راهو في طريق المليح ان شاء الله التحسن. نعم واش نقول لك، الامر هذا مهما راه كاين كما احنا نقولوا التحسن، ولكن الامور كما هكذا صبحت وللاسف يعني اون ابيتود تاع لي ويكاند دو سبور. سينيال الناس عما يشوفوا يا اخو كيش يدخلوا للستاديا، دوك شكون هو محروق؟ محروقين عليه صحابه، محروقين عليه يما، هاي راهو راحت له عين، راحت له عفسه من الكور ديالو، ما على بالناش اسكو راح يسلك ولا ما راحش يسلك. هم يحوسوا لا عندك شي حاجه واحده اخرى في مخه يا اخو يا حمباباك. شوف واحد ما جا يا اخي، هما يضلوا يقولوا لنا ارواحوا للصطاد، ارواحوا تسيبورتيونا ديبلاسيو معاهم. اداره خويا العزيز ما كان يجي هو، ما جا حتى واحد، غير حنا اللي سيبورتيو، غير حنا اللي نتقاسوا، غير الميمه اللي تبكي، ما كاينش اللي يبكي عليك يا اخو، غير الميمه اللي تبكي ما كاش. سيد قاسم سينيال تمسخر بيا، دبري كيفيدك ما تدخل، قلع عليها صغيره ما تدخلهاش معاك.